شيك فام الإذاعة الأولى في تونس. العالم كامل هذه الظروف الحقيقة جاتنا بعد الأزمة المناصحية هذه واحنا نتأقلم مع كل الظروف هذه. من اللاعبين صحيح كانوا متوقفين لما كانوا منا تحت برنامج يمكن ما كانواش مراقبين كما ينبغي، لكن حتى فترة التحضيرات اللي مش كون 8 أسابيع زي فترة ما نراها وأنها كافية باش يرجعوا من نفس النقطة اللي خليناهم فيها. والله التحضيرات على مدة 8 أسابيع عندنا معناها دو ستاج إن شاء الله باش يكونوا معناها قراب استبنا ستاج معناها 15 يوم ستاج الثاني الأول بس فاقس والثاني خارج ولا والله ما زلنا ما حددناش الحقيقة الأماكن بالضبط، أما يمكن المناثين ستاجات مش يكونوا واحد في سوسة واحد في تبرقة هذا أغلب المناطق وأنه مش يكونوا وأكثر وأنه مش لموا من اللاعبين حتى إذا كان يكون في ستاج معنا حتى مشكلة. أنا بالنسبة لنا أهم شيء وأنه نكونوا معنا نكونوا ملمومين كل مع بعضنا. الستاج الأول مش يكون أكيد العدد البدني والستاج الثاني مش يكون أكثر تكتيكي مش يكون أكثر المباراة الودية. والله من الأول معنا من أول السنة معنا واللي كملوا معنا في آخر فترة هم مش يكونوا معنا حاضرين في الفترة هذه. الصفاقسي معنا فريق الحقيقة معنا ديما يلعب على الألقاب. احنا بالنسبة لنا احنا هذه معنا الهدف نتاعنا الأهداف الشامبيونز ليغ الأهداف وأنه في كل كأس نحاول نلعب عليها حاضرين معناها الكل معناها المجابات هذه وان شاء الله المجموعه ان شاء الله المجموعه بعد 8 اسابيع نكونوا معناها في النقطه كما قلت لك اللي نحب عليها ونكونوا حاضرين على كل مسابقات. هو الحقيقه معناها العوده كانت بالامس في اطار تجميع اللاعبين والاجتماع معهم ومع الاطار الفني والطبي في نفس الاطار هذا الوقائي كانت فما مداخله قدمها الاطار الطبي للنادي الصفاقسي هذه في اطار تطبيق البروتوكول الصحي اللي ارسلته لنا مصالح الجامعه التونسيه لكره القدم. اكيد انه ما استعملناش حجرات الملابس، استعملنا التباعد الاجتماعي، استعملنا التدريبات الانفراديه، استعملنا عمليه اخذ درجات الحراره، استعملنا عمليه تعقيم، وحتى امس كنا نبهنا عليهم الاطار الطبي كان اكد على جميع اللاعبين انه نواصلوا معناها الاجراءات الوقائيه هذه حتى خارج ملعب التمارين حتى في المنازل نتاعنا باعتبار العمليات البديهيه اللي نقوموا بها وكنا نقوموا بها من قبل. معناها الحكايه هو في اطار الدعوه الموجهه لجميع اللاعبين من قبل الاطار الفني قبل ما يتم تقسيمهم على زوج مجموعات وزوج مجموعات يتم تقسيمهم على مجموعات صغيره. فما محمد اسلام بكير اللاعب الجزائري وحسين السيد اللاعب المصري اللي هما تحولوا الى الجزائر ومصر تقريبا قبل الحجر العام اللي عشناه قبل الكونفينمون اللي عشناه بالترخيص كتابي وكنا وافقنا لهم على خاطر الموتيف اللي تنقلوا وغادروا على اثره صفاقس كان قوي برشا. معناها فما زوج مشاكل عائليه تهم اللاعب الاول واللاعب الثاني دونك تتوجب الحضور نتاعهم الفعلي في الجزائر وفي مصر. بالنسبه لزوج لاعبين الاخرين الحبيب الوسلاتي غادر ارض الوطن بدون الحصول على ترخيص المديره كتابيا وهذا يتعارض مع لوائح النظام الداخلي اللي انضوا عليه اللاعبين والهيئه. ديريكتمون قمنا باعلام اللاعب والمحامي نتاعو الاستاذ الفاضل علي عباس بضروره رجوع اللاعب في ظرف 72 ساعه بنيه بطبيعه اتخاذ الاجراءات التدابير. تعذر عليه الرجوع لتونس، تعذر عليه التواجد امس في تجمع اللاعبين، تعذر عليه التواجد اليوم معناها في الحصه الاولى للتمارين. وبالطبيعه معناها نفس الشيء بالنسبه لعلي الدين مرزوقي اللي العباد الكل نعرفوا الاشكال اللي موجود مع النادي من ناحيته هو باعتبار انه احنا تجمعنا علاقة تعاقدية مع اللاعب نحترموها ونحاولوا باش نحترموها. شفنا معناها جميع اللاعبين نتاعنا الشبان واللي عندهم خبرة كانوا متواجدين وكانوا مثال في الانضباط وفي العطاء وفي الصبر. علي الدين مرزوقي المشكلة نتاعو قديمة من شهر نوفمبر تحديدا وقت اللي قام برفع قضية مكناه في ديسمبر وقت اللي تم نشر القضية لدى لجنة النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم من جميع مستحقاته. في شهر جانفي بطبيعة كان متواجد لهنا وعمرنا ما حاولنا لا نكلوا لا باللاعب علي الدين المرزوقي ولا بغيره. معناها ولدنا موجود في العائله حتى اذا هو غلط كان موجود كان يتدرب بصفه منتظمه حقوقه الكل متمتع بهم. تعذر عليه تحول في مره اولى لتونس العاصمه لاجراء مقابله ضد نجم الرياض الساحلي والسبب كان سبب صحي واختار الموتيف اللي ما نجموش احنا في اللحظه هذيك لحظه مغادره النزل انه نثبتوا فيه اسكو صحيح ولا غلط باعتبار انه اكد انه تعرض لاسهال والاسهال هذه معناها ماضي. دونك الاطار الطبي نادي الصفاقسي قبل التحول لمدينة تونس بربع ساعة تقريبا اختار انه يوافقوا على السبب هذا ويخليه في سياق. المرة الثانية ما ينجمش يكون سبب صحي
مرة ثانية أصر على دين المرزوقي على أنه ما يتحولش صاحبة الفريق نتاعو لإجراء مقابلة رسمية في إطار البطولة الوطنية ضد نجم المتلوي في المتلوي، رفض التحاول، رفض الالتزام بالواجبات نتاعو تجاه الفريق نتاعو، ودخل في طرهات أخرى وحوايج أخرى معناها ما تليقش. تأديبين عرضناه على مجلس التأديب، ما حضرش المرة الأولى في إطار أنه نمكنوه من حقه على الدفاع، برغم أنه حتى الغياب نتاعو ما ينجمش يوقف أشغال مجلس التأديب. عاودنا صليناه مرة أخرى في المنزل نتاعو هوني، اللي بتاتر المحامي نتاعو الأستاذ أنيس بن ميم ما يعرفوش، دونك تحولوا عاد المنفذ رفض تسلم الاستدعاء، وتم القيام بجميع الإجراءات القانونية معنا بدون إخلال. تعنت وأصر على عدم الحضور، ثم في أول شهر فيفري تقدم بشهادة طبية عند أخصائي نفساني، وهذا كيف كيف إخلال ببنود النظام الداخلي، باعتباره أنه مهما كان المرض ولا القلق اللي تعرض له أي لاعب يتوجب عليه أنه يتصل بطبيب النادي اللي هو المؤهل الوحيد للعرض على المصالح المختصة الطبية. هو تقدم شهادة طبية من عند أخصائي نفساني فيها 30 يوم معناها طلب راح، دونك كمل في الاستهتار نتاعو وما كانش موجود. جاتنا مراسلة من عند المحامي نتاعو ويأكد فيها أنه ما نجموش نجبروا اللاعب على أنه يلعب مقابلة رسمية، وهذه مسألة غريبة باعتبار أنه لوائح الفيفا كما تحمي اللاعبين كما تحمي النوادي، معناها على حد سواء. اليوم أنت طالب بمستحقاتك المالية إذا هي موجودة، أنا قلت لك جون في فيفري معناها تقريبا ما كانش موجود، عنده 4 أو 5 شهور مش موجود، طول الغياب نتاعو باعتباره أنه ما نجموش نكونوا ما احناش إنسانيين في الكونفينمون هذا. سألنا عليه من بعيد بحكم أنه هو يرفض التواصل بخلاف باقي اللاعبين. اليوم المسلسل هذا معناها بصراحة أضر بالنادي الصفاقسي وأضر حتى باللاعب، اللي باعتبار أنه اللاعب معناها عمره طوى 30 سنة مش صغير، كان يعني نجم يساهم في تأطير لاعبين الشبان اللي هما الحقيقة معناها ممتازين فنيا وأخلاقيا في النادي الصفاقسي. دونك المسألة تأكد أنه علاء الدين المرزوق يحاول يكون أكبر من النادي الصفاقسي، ما ينجمش معناها مع كامل احتراماتي للاعب والغير، برغم أنه العلاقة كانت ممتازة، ما فهمتش التحول هذايا في اللاعب، وشفناه أنه معناها في بداية الموسم هذايا لأنه راهي العملية راهي مش مرتبطة بحتى واحد راه في النادي الصفاقسي. شفنا أنه حتى في المقابلة الثانية معناها اللكمة، شوف فما مشكلة نتاع انضباط، احنا بالنسبة لنا شعارنا الانضباط والعمل والصبر، تحية تقدير للاعبين الموجودين. نادي الصفاقسي فريق كبير، ما فما حتى لاعب ينجم يوقف نادي الصفاقسي، دونك احنا توا ما احناش معناتها عاطين اهتمام كبير للموضوع هذا، توا اهتماماتنا الكل اهتمامنا مركز على استكمال باقي مشوار البطولة، باش نحاولوا ننجحوا ونلبيوا الاهداف اللي رسمناها احنا سواء جماهير لاعبين ولا هيا. أول حاجة إن شاء الله مبروك علينا معناتها العودة هذه، إن شاء الله تكون معناتها عودة باهية. الكونفينمون معناتها عدينا بريس كرود الكل، عندنا بروجرام تاعنا معناتها مع ستاف تكنيك. في بالي معناتها ما نقولوش 100% 180% معناتها كنا معناتها في نطبقوا في التعليمات هذيا، باش نكونوا معناتها اليوم في البريز معناتها إن شاء الله حاضرين، وإن شاء الله يا ربي معناتها العودة هذيا كما قلت لك تكون باهية، وإن شاء الله نخدموا معناتها المشوار اللي نعلمنا والموسم إن شاء الله.